والأخبار من الميادين سلام الله عليكم وإلى عناوينها بوتين يصف الهجوم على موسكو بالإرهابي ويؤكد تدمير مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في كييف حلف شمال أطلسي ينشر قوات إضافية في كوسوفا ويصف الهجمات على قواته بغير المقبولة مقتل مستوطن بنيران مقاومين في الضفه وأسر الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين يعلقون اضرابهم المفتوح عن الطعام بعد اذعان الاحتلال لمطالبهم. في اول تعليق له على الهجوم الذي استهدف العاصمه الروسيه موسكو وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم بالارهابي واضاف ان الهدف هو ترهيب السكان. بوتين اكد ان القوات الروسيه دمرت المقر الرئيس للاستخبارات العسكريه الاوكرانيه في كييف وان ضرباتها الصاروخيه تهاجم البنيه التحتيه العسكريه لاوكرانيا خلافا لكييف التي تهاجم اهدافا مدنيه وزاره الدفاع الروسيه تامت اوكرانيا بارتكاب عمل ارهابي بعد هجوم بالمسيرات استهدف موسكو ومنطقتها الدفاع الروسيه اكدت في بيان ان المسيرات الثماني التي شاركت في الهجوم اسقطت جميعها وكان عمده موسكو قد اعلن في وقت سابق ان الطائرات مسيره سقطت على مبنيين سكنيين في غربي وجنوبي غربي العاصمه كيف نفت على لسان مستشار الرئيس ميخائيل بودلياك مشاركة أوكرانيا اليوم على نحو مباشر في هجوم بطائرات مسيرة على موسكو وكانت كيف قد تعرضت اليوم لهجوم مكثف بالطائرات المسيرة حيث دوت سلسلة انفجارات قوية في جهات عديدة من المدينة والهجوم الروسي اليوم هو الثالث خلال 24 ساعة وزاره الدفاع الروسيه اكدت استهداف مراكز صنع القرار في اوكرانيا واشار الايجاز اليومي للعمليه العسكريه لان صواريخ عاليه الدقه اصابت مراكز صناعه القرار حيث كان يجري التخطيط لتنفيذ اعمال ارهابيه على الاراضي الروسيه بتوجيه من المتخصصين من اجهزه المخابرات الغربيه مسؤول السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيف بورن استبعد ان تدخل روسيا في اي مفاوضات ما لم تربح الحرب معربا عن عدم تفاؤله حيال التطورات هذا الصيف. لست متفائلا بشان ما يمكن ان يحدث للصراع هذا الصيف، ارى ان لدى روسيا نيه قاطعه لكسب الحرب. روسيا لن تدخل في مفاوضات ما لم تربح الحرب. قال الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ أن انضمام السويد للناتو قبل قمة فينيوس في تموز يوليو المقبل ممكن جدا. اتوقع عندما نلتقي في فيلينيوس واوسلو هذا الاسبوع ان تؤكد دول الناتو تعزيز دعمها لاوكرانيا سياسيا واقتصاديا. انا متاكد تماما من الموقف الذي تلقته السويد من الناتو والتامين الامني الثنائي الذي منحه البعض في الناتو للسويد. من غير المعقول تماما ان يحدث اي هجوم عسكري من دون رد فعل الناتو. لذلك قطعنا شوطا طويلا ولكننا بالطبع نريد ان العملية بالتصديق الكامل من قبل جميع دول الناتو وكذلك لعضوية السويد من جهة ثانية وصف سولتنبرغ الاعتداءات على قوة حلف الشمال الأطلسي في كوسوفا بغير المقبولة هذا وكان حلف الشمال الأطلسي قد أعلن نشر قوات إضافية في كوسوفا وكانت المواجهات قد أدت إلى إصابة نحو 25 عنصرا من قوة كفور التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفا حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من الأزمة الراهنة في بلغراد بشأن كوسوفا وقال إنها تنبئ بانفجار كبير يختمر وسط أوروبا لافروف الذي التقى اليوم الرئيس الكيني خلال زيارته التي بدأها أمس للعاصمة نيروبي كان قد أكد خطر ما يحدث في بلغراد وأنذر بعواقبه الوخيمة يبدو أن انفجارا كبيرا يختمر في وسط أوروبا في المكان نفسه الذي شن منه الناتو عام 99 عضوانا على يوغوسلافيا منتهكا جميع المبادئ لاتفاقيات هيلنسكي وغيرها من وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الوضع مقلق لكن الغرب قمع بشكل كامل كل الأصوات التي عبرت عن أرائها في سياسته أعلنت وزارة الأسرى في غزة أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير رأفت نصيف في زنازين انفرادية وفي ظل ظروف قاسية برغم معاناته أمراضا عديدة مزمنة لذلك أعلن مركز حنظلة للأسرى التوصل إلى اتفاق بين أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومصلحة السجون الإسرائيلية اتفاق يقضي بتعليق الاضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضته منظمات الجبهه في السجون، وياتي الاتفاق بعد انهاء مصلحه السجون الاسرائيليه العقوبات المتخذه بحق الامين العام للجبهه احمد سعدات ورفيقيه عاهد ابو غلمي ووليد حناتشه. تمكن مقاومون فلسطينيون من قتل مستوطن اسرائيلي يعمل حارس امن في عمليه اطلاق نار نفذها فلسطيني قرب مستوطنه حرمش. شمال مدينه طول كرم في الضفه الغربيه واضاف الاعلام الاسرائيلي ان منفذ العمليه تمكن من الانسحاب من المكان بسلام وان قوات الاحتلال استنفرت بحثا عنه. ضمن فعاليات الملتقى الدولي لسفراء العوده الى فلسطين جال عدد من اعضاء الملتقى على الحدود اللبنانيه مع فلسطين المحتله ووجهوا رسالة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين من معتقل الخيام السابق، تقرير عباس صباغ. كل التضامن مع الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية. العودة إلى فلسطين حتمية مهما طال الزمن. العالم يدير ظهره لجرائم جيش الاحتلال. النضال لن يتوقف إلا مع التحرير. هي ابرز ما تضمنته رسائل سفراء العودة لفلسطين ومقاومتها وشعبها خلال جولتهم على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. فلسطين، فلسطين، را را را. قوة سلام جاية تحمينا. صار بدها تحتمي فينا. اه 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 رساله التضامن مع الاسره كانت من معتقل الخيام السابق هذا المعتقل وهذا الجنوب الذي يبشر بالحريه التي ستعانقها ارضنا ويعانقها كل الشرفاء والمقاومين للاحتلال والمدافعين عن الحقوق والكرامة الإنسانية في حديقة شهداء العودة ببلدة العديس الحدودية كانت وقفة تأمل للأراضي المحتلة مع أمل كبير بالتحرير القريب هو حلم طبعا كل لبناني وكل فلسطيني وكل حر وكل حر في الوطن العربي أنه في يوم ما سنجتاز هذا الخط ونعود إلى فلسطين إن شاء الله ترونها بعيدة ونراها قريبة إن شاء الله قريبة جدا جدا ببركة دماء الشهداء والتضحيات المبذولة من من كل هالأمة المؤمنة بقضية محقة سأعود إلى فلسطين ولو كلف ذلك دماءنا واستشهدنا كما يقول كما يقول القرآن الكريم سنلقى نحبنا ولن نبدل تبديلا واللي بيقاومنا سنقاومه إن عدتم عدنا سفراء العودة توقفوا خلال رحلتهم في معلم مليتا السياحي وجالوا في ارجائه وتابعوا باهتمام انجازات المقاومه في لبنان. هي رساله تضامنيه بابعاد مختلفه يطلقها الملتقى الدولي لسفراء العودة الى فلسطين من لبنان عنوانها الاساس الايمان بعوده الارض الى اصحابها وزوال الاحتلال. عباس صباغ من معلم مليتا السياحي في جنوب لبنان. الميادين. اصدر القضاء الالماني النشره الحمراء الانتربول بحق حاكم مصر في لبنان رياض سلامه وقد ابلغ السفير الالماني في لبنان وزير العدل هنري الخوري هذا القرار كما جرى البحث في مساله تمثيل لبنان امام القضاء الالماني في هذه القضيه أعلن الجيش اللبناني عبر موقعه على تويتر أن دورية من مديرية الاستخبارات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية كما جرى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف تقرير حسان الرفاعي لم تمض ساعات على خطف المواطن السعودي مشاري المطيري ليطل قائد الجيش ويعلن تحريره من استخبارات الجيش اللبناني عملية الخطف التي تمت فجر يوم الأحد ظهرت أولى خيوطها مع إعلان عائلة المطيري فقدان الاتصال به، ليتبين للاستخبارات أن خمسة ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي هم الخاطفون، وقد كشف مصدر أمني للميادين أن العملية تمت خارج بيروت وضاحيتها بعكس ما أشيع. الخاطفون اتجهوا إلى محافظة البقاع وقاموا بإبدال السيارة التي يستقلونها في إحدى النقاط على طريق بيروت دمشق وسلكوا طريق ظهر البيدر ليصلوا إلى بلدة القصر الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا محاولات الخاطفين استخدام بطاقة المخطوف المصرفية لسحب أموال أسهمت في تضييق دوائر البحث لمديرية المخابرات التي رصدت مجموعة من المشتبه فيهم كان قد حصل تواصل بينهم وبين الخاطفين لتبدا بعدها عمليه مداهمتهم وتوقيفهم ليل الاثنين التحقيقات معهم كشفت شراكتهم مع الخاطفين والراس المدبر للمجموعه وهو مطلوب بعده جرائم خطف مقابل فديه بدا الجيش عمليات المداهمه في حي الشراون في البقاع مسقط راس المنفذين للضغط عليهم لتتجه بحسب المصادر الامنيه قوه خاصه عند التاسعه من صباح الثلاثاء الى بلده القصر لتحرير المخطوف وقد كشف المصدر للميادين عن توقيف سبعه اشخاص حتى الان بينهم ثلاثه من الخاطفين فيما الاربعه الاخرون هم من الشركاء الذين امنوا السيارات والاتصالات وتستمر مداهمات الجيش في حي الشراونه الذي شهد اطلاق النار على مراكز عسكريه ومنازل عسكريين هي خطوة تحسب للجيش اللبناني وقائده منعت محاولة الاستثمار السياسي في ظل تلميحات إلى مسؤولية جهات حزبية عن عملية الخطف قبل أن تتبدى الحقيقة سريعا وتظهر أنها جريمة خطف جنائية حسان الرفاعي بيروت الميادين فاصل قصير نواصل بعده النشرة مجددا حياكم الله تترقب دمشق استئناف الحوار مع أنقرة بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة من دون أن تغير مطلبها الانسحاب التركي من أراضيها مطلب تستند فيه إلى دعم حليفيها الروسي والإيراني واحتضان عربي تقرير محمد الخضر صخب الاحتفالات بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة لا يبدل شيئا على الطرف الآخر من الحدود تعاملت دمشق مع الرئيس التركي في سنوات الحرب ومسار التطبيع الصعب وتكمله متمسكة بمطلب الانسحاب أو التعهد بالانسحاب التركي من الأراضي السورية عنوان قد يكون سهل التنفيذ لو نجح كمال كليشدار أوغلو لكن الواقع يفرض اليوم استمرار التفاوض الشاق مع أردوغان الرافض للانسحاب قبل القضاء على ما يراه خطر الوحدات الكرديه التركي لا يزال يعبر عن اطماعه باحتلاله لاجزاء غاليه على علينا كشعب سوري ولا يوجد مخرج له اذا كان الا ان يخرج قواته ويسلمها الى الجيش العربي السوري والدوله السوريه هناك يوجد تواصل بيننا وبين الدوله التركيه لكن لا يوجد علاقات طبيعيه العلاقات الطبيعيه عندما تكون مبنيه على احترام سياده الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخليه عقده تنتظر تحرك روسيا وايران بحثا عن حلول حلول تنطلق من نزع ورقه التهديد الامني الذي تشكله القوى الكرديه شمالي سوريا على تركيا وتضمن لدمشق استعاده اراضيها وفي كلتا الحالين تحتاج الى مواصله الحوار والبدء بخطوات على الارض جرى التفاهم عليها سابقا كفتح طريق امفور كبادره حسنيه تسليم طريق الأنفور طريق حلب اللازقية وتأمين جانبيه بصورة كاملة لتسهيل حركة المسافرين والبضائع إلى آخره وبنفس الوقت أن يقوم الجيش العربي السوري باستلام الحدود السورية التركية من منطقة إعزاز إلى منطقة تل أبيض وهذا قطاع يقارب المئتي كيلومتر كمرحلة أولى لا شك في أن أردوغان بات في وضع سياسي أفضل مقارنة به في فترة السباق الانتخابي الضاغطة لكنه مرتبط ايضا بحليفيه الروسي والايراني الداعمين لاستعاده دمشق اراضيها كلها. ودمشق ايضا في وضع افضل مع مسار الانفتاح العربي الداعم رسميا لاستعاده الدوله السوريه اراضيها كلها. ما يقوي اوراقها في الحوارات المرتقبه مع انقره. محمد الخضر دمشق الميادين. قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان المعارضه ضعيفه اساسا وعليهم فهم رسائل صناديق الاقتراع. وفي كلمه له امام اتحاد غرف التجاره والبورصات التركيه اكد اردوغان ان على الاحزاب المعارضه تغيير خطابها العنصري والاستفزازي بحسب تعبيره، مشددا على ان الدعايات الانتخابيه لم تلبي طموح الشعب التركي وكانت خاطئه من البدايه. أمل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التعاون والازدهار في المرحلة المقبلة. رئيسي شدد على أن إيران وتركيا لهما دور مهم في التعاون الإقليمي وتعزيز الأمن. من جهته أكد أردوغان أن أنقرة عازمة على مواصلة التعاون الإقليمي بمزيد من الجدية. بما في ذلك التعاون في الإطار الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا وسوريا أكد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإيرانية العميد أمير علي حاج زادة أن الأعداء يقفون وراء التوتر الحدودي بين إيران وأفغانستان ويسعون لتحويله إلى حرب لكن هذا لن يحدث أبدا بحسب تعبيره تقرير أحمد البحراني الاشتباك المسلح مع حرس الحدود الأفغاني قبل أيام كان محدودا وقصيرا بعد نجاح المفاوضات مع طالبان. هكذا وصفت السلطات الإيرانية التوتر الحدودي قبل أيام توتر وإن لم يدم سوى ساعة فقد شكل فرصة للأعداء لإثارة حرب لن تشتعل أبدا بين الجارين بحسب تعبير قادة حرس الثورة. من تغيّ هدف؟ ما حدث لا يحظى بأهمية كبيرة وستديره السلطات المعنية في المناطق الحدودية الأعداء هم من يقفون وراءه حيث يسعون إلى تحويل هذا التوتر المحدود إلى حرب لكن لن يحدث ذلك أبدا تتشارك إيران وجارتها الشرقية في حدود طويلة تقارب ألف كيلومتر ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان قبل عامين تعكف وبجميع السبل على اشعال جبهه بين البلدين يقول مراضبونه أمريكا توصلت إلى نتيجة بأنها هُزمت في أفغانستان فانسحبت منها، لكنها بدأت بتنفيذ خطتها البديلة في هذا البلد وهي إثارة التوتر بين أفغانستان ودول الجوار وعلى رأسها إيران، لكن تصريحات العميد حاجي زاد يوم أمس أسهمت في تهدئة الأوضاع كثيرا. وعلى الرغم من التحذير الذي وجهه الرئيس إبراهيم رئيسي قبل أسبوعين إلى الحكومة الأفغانية، على خلفية قضية حصة إيران من مياه نهر هيرماند الحدودي وتأكيد وزير الخارجية حسين أمير عبد عدم اعتراف بلاده بحكومة طالبان ما لم تشكل حكومة ائتلافية إلا أن التواصل والتنسيق قائمان على الصعود كافة والزيارات المتبادلة بين البلدين مستمرة واخرها مشاركه مسؤولي البنك المركزي التابع لحكومه طالبان في مؤتمر اتحاد التبادل الاسيوي في طهران لمناقشه ازاله الدولار من التبادلات التجاريه بعيدا من الاختلافات معها، تجمع المؤسسات الامنيه والعسكريه والسياسيه الايرانيه على ان تبنى العلاقه بطالبان على اساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والتحاور في ظل وجود اطراف متربصه تعمل جاهده لاثاره صراع استنزاف بين البلدين. احمد البحراني طهران، الميادين. انهى البرلمان التونسي انتخاب اللجان وتشكيل الكتل السياسيه بالتزامن مع التاكيد الرئيس التونسي قيس سعيد ان البرلمان وظيفه تشريعيه لا سلطه وهو ما عده معارضون دليلا على ضعف دوره تقرير مراد الدلنسي مع انتهاء انتخاب اللجان المختصه وتشكيل الكتل النيابيه يكون البرلمان التونسي قد تفرغ للانطلاق في ممارسه دوره التشريعي في البلاد في ظل وضع اقتصادي صعب ودقيق دور يشكك فيه طيف من السياسيين والمراقبين فالبرلمان لن يكون برايهم سوى مكملا لمشهد صاغه الرئيس التونسي قيس سعيد بنفسه للتحكم بدوره في ظل هذا الشتات في ظل غياب كتل وازنه حامله لمشاريع حامله لرؤى وخاصه في ظل ايضا سطوه مؤسسه رئاسه الجمهوريه والشعبيه التي يحظى بها ايضا رئيس الجمهوريه لهذا اعتقد ان هذا البرلمان في المحصله سيكون مجرد برلمان ديكوري البرلمان الجديد سيكون من دون كتل معارضه، كما ان الدستور الجديد ينزع عنه صفه السلطه ليستبدلها بالوظيفه، وهو ما اكده الرئيس التونسي مرارا إجراءات يقول النواب أنها لن تقف عائقا أمام إمكانية مساهمتهم في إنقاذ البلاد الدستور هذا النجم يغير الواقع نتاع التوانسة صحيح ربما نفكر حتى بعد في تعديلات للدستور هذا ممكن لأنه عمل بشري في نهاية الأمر لكن الدستور هذا فيه ما يسمح للنائب باش يساهم في تغيير الواقع عن طريق مقترحات القوانين كما نجم جيني من السلطه التنفيذيه مشروع قانون ينجم يخرج من داخل مجلس النواب مقترح قانون وبين تاكيد النواب اهميه دورهم السياسي وتشكيك المعارضين بهذا الدور المؤكد ان البلاد تحولت بعد الدستور الجديد الى نظام رئاسي واسع الصلاحيات بحسب مراقبين انتقلت فيه الاضواء من قصر باردو الى قصر قرطاج يعترف أعضاء البرلمان التونسي بتراجع دورهم مقارنة بالبرلمان السابق ووفقا للدستور الجديد، لكنهم يرفضون الاتهامات التي تتحدث عن ارتباطهم بالسلطة التنفيذية، مؤكدين قدرتهم على المساهمة في تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. مراد دلانسي تونس الميادين. صناعة ماء الورد في محافظة ديالى العراقية تجري بطريقة تقليدية يحافظ عليها أهالي المنطقة لكونها تمثل هوية لهم إضافة إلى أنها تعد مصدرا للرزق تقرير محمد الفائد صناعة ماء الورد الغذائي تمر بمراحل متعددة تبدأ من قطف الورد من الحدائق القريبة من قبل الحاجة فائزة والتي تصنع ماء الورد منذ فترة ليست بالقصيرة في محافظة ديالى حجية فائزة شنو هذه المرحلة اللي بدأت الآن؟ أبدأ أول ما أخلي الورد بالجدر وبعدين أخلي له ماء وفوقه أخلي القبغ واخلي اتجره وداير ما داير احط عجين على المود لا يطلع البخار ويتلقى منك احط مشربة عمليه التغطير هي احط ثقل عاليه عمود لا يعني الجدل يعني يقوم ينفذ وخلي منها قصبة وأسوي دار مدار عجين ومن دخل أسوي هاي أشعل من جوة عم يتبخر من منها كاديل عن مشربة ماء يعني ماء سائل من برا يعني يدير عليه عمود يبرد من يجي طبقة حارة منها تتلقى بالباردة يقوم يتكثف ينزل بخ... قطرات مائية بعد ان اكتملت عمليه تكثيف بخار الورد المغلي بدات الان المرحله الاخيره وهي مرحله تعبئه العلب البلاستيكيه بماء الورد الخالص والذي يستخدم في صناعه بعض الحلويات والمطيبات الاخرى. محمد الفهد من محافظه دياله الميادين. النشرة انتهت لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة وصفحات الميادين في الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء